للتعليق حول هذا الخبر ينضم الينا عبر خدمه سكايب من نيوديليا الدكتور وائل عواد خبير الشؤون الاسيويه. دكتور وائل مساء الخير واهلا وسهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. اذا هذه هي اكبر واحده من اكبر حملات التطعيم في العالم تجري حاليا وتبدا اليوم في الهند. هل الهند اتمت استعداداتها اللوجستيه في 28 ولايه هم عدد ولايات الهند لتطعيم 300 مليون شخص؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نعم، الحكومة الهندية استعدت لهذه المناسبة، وكان رئيس الوزراء صباح اليوم بالساعة 10 بتوقيت الهند قد أعلن عن بدء هذه الحملة والتي تتم الآن في أكثر من 3006 مراكز صحية تجرى عمليات التلقيح خاصة للطواقم الطبية في هذه المرحلة بالذات. ما هي الأولويات، أولويات الفئات التي الأكثر عرضة طبعا للإصابة والتي من المفترض أن يكونوا على يعني أولويات سلم التلقيح في الهند؟ تماما، هي أول سلم التلقيح هي الطاقم الطبي والعاملين في هذا المجال، ومن ثم للضباط الجيش الهندي، وهذا تقريبا يصل إلى قرابة 30 مليون شخص. ومن ثم يتم إعادة التطعيم بعد أسبوعين فقط بالتطعيم الآخر، لأن هناك لقاحين، اللقاح الأول هو لقاح الإنتاج الهندي وهو كوفاكسين، واللقاح الثاني كوفاشيلد. كوفيشيلد الذي أنتجته شركة أوكسفورد أيضا من قبل مختبر هندي هنا، وتمت إنتاج هذه الكميات. ولذلك فإن هذه الحملة الكبيرة ستشمل كافة القطاع الصحي وقطاع الجيش والأمن، ومن ثم سيتم توسيعها إلى تشمل أكبر عدد من الأولويات التي حددتها الحكومة الهندية، خاصة كبار السن ومن ثم حسب الفئات السن والأعمار لكل شخص، والأكثر تأثرا والأكثر عرضة للإصابة بها. إذا أنت تقول أن اللقاحين المستخدمين في هذه الحملة أو في هذه الحملات يعني صنع في الهند بشكل أساسي بالتعاون طبعا مع دول وشركات أجنبية. تماما، الأول هو صناعة هندية بحتة منتج محلي، والآخر كان بشركة أوكسفورد، لأنه كما تعلم هنا في الهند يتم إنتاج كميات هائلة من هذا اللقاح، وبالتالي الهند هي مرشحة لإنتاج أكبر كمية في العالم، لأن هناك أكثر من 8 شركات عالمية ارتبطت مع المختبرات الهندية لإنتاج هذه اللقاحات التي بدأت تتنافس عليها الشركات العالمية. وبالتالي هل هناك أي تخوفات في الهند لدى الحكومة الهندية، المسؤولين الصحيين في الهند، حول كفاية اللقاحات الموجودة في الهند وتصنيع هذه اللقاحات لعدد مواطني الهند؟ كما تعلم الهند هي واحدة من أكثر عدد من أكثر دول العالم سكانا بعد الصين، هناك 1.3 مليار نسمة يسكنون الهند، وبالتالي هل هناك أي تخوفات في هذه النقطة تحديدا من قبل المسؤولين الهنديين؟ لا أعتقد تماما أن هناك أي تخوف من قبل المسؤولين الحكوميين، وخاصة أن الحكومة الهندية بدأت توفر هذه اللقاحات مجانا لأكثر من ولاية هندية ولأكثر شرائح المجتمع الهندية فقرا، وبالتالي فالحكومة الهندية تدرك تماما أنها قادرة على الكم الهائل من الإنتاج، ولن يكون هناك صعوبة على الإطلاق في إنتاج هذه الكميات، لأن هناك كما قلت تنافس بين الشركات، وهناك أكثر من شركة هندية أيضا بدأت وأجرت تجارب على هذه اللقاحات، وهناك شركتان، الشركة الأولى التي هي كوفاكسين التي أصدرت لقاح كوفاكسين، وهناك شركة أخرى ربما يكون خلال الأسبوع القادم منتجاتها، وقامت أيضا بالتبرع بأكثر من 11 مليون لقاح للرئيس الوزراء للاستمرار في هذه الحملة. وبالتالي ما مدى ثقة المواطنين في الهند بهذه اللقاحات المحلية؟ ثقتهم كبيرة جدا، كما هي ثقة العالم ببقية اللقاحات، لأن أولا ليس لدينا خيار آخر في هذه المرحلة بالذات سوى اللقاح لتجنب الإصابة بهذا الوباء، وبالتالي فالجميع الآن يترقب، وربما كانت هناك بعض التصريحات للأطباء والخبراء بأن يبددوا الإشاعات وعملية نظرية المؤامرة ومخاطر هذه اللقاحات، لأن الفائدة منه أكثر ما هي أكثر من الضرر، لأن كما تعلم همام أولا أن هذه اللقاحات لديها مضاعفات ومثلها مثل أي لقاحات أخرى أخذناها عندما كنا صغار، وبالتالي ربما تكون هذه اللقاحات قادرة لمعالجة العوارض الآنية، ولكن لا نعرف حتى الآن ما هي العوارض في المستقبل، ولذلك علينا أن نترقب ونراقب ونتابع ما يجري في الساحات الهندية وفي جميع دول العالم. الدكتور وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من نيودلهي.